وجودكم المميز. الله يطول عمرك اخوي عبد الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، انت رحاله فعلا. الله رحاله على الاقدام ولا سير على الاقدام فقط؟ سير على الاقدام. اي بالله، ما استخدمت اي لا بالله وسيله توصيل او هذه هوايتي، وهي تسمى رياضه الهايكنج او الثرو هايك، اللي هي بنمشي من دوله لدوله او من مدينه لمدينه لمسافات من شهر واكثر، توصل احيانا الى 6 شهور 5 شهور. طبعا الحين انت برحله من جدة إلى؟ أنا عندي رحلة بعنوان من بحر جدة إلى دوحة قطر لحضور كأس العالم ومساندة المنتخب السعودي. هذه الرحلة نقطع فيها شبه الجزيرة العربية كاملة، من البحر إلى البحر، من البحر الأحمر إلى بحر الخليج. وخلال هذه الرحلة مر على يعني هي رحلة رياضية ثقافية سياحية رياضية، بنمارس هوايتنا في الهايكينج وبنحضر كأس العالم وبنستمتع فيه. ثقافية، بمر على القرى والقبائل في طريقنا، يعني من البحر إلى البحر. هنا في قبائل وقرى عريقة، عندهم ثقافات، عندهم عادات، عندهم تقاليد، فأنا ودي نتعرف عليهم، نجلس معاهم، نتعلم منهم من هذه الثقافات الجميلة ونصورها وننقلها للمتابعين على السناب شات بطريقة بسيطة جميلة سياحية. احنا بلدنا فيها يعني بلدنا جميلة والحمد لله، فودنا نمر على الأماكن السياحية ونستكشف بلدنا والأماكن الأثرية اللي فيها. جميل. طيب أخوي عبد الله، كيف بدايتك بالرحالة؟ أنا والله واقعياً بديت كرحالة تقريباً قبل يمكن 5-6 سنين. في هذه الفترة لما كنت طالب لغة في كندا، معاهد اللغة هناك بتعطينا دورات، يعني بتسوي لنا رحلات إحنا كطلاب أجانب، لأن إحنا بنكون مغتربين، فعندهم مثلاً رحلات حفلات أو بلياردو بولينج الألعاب هذه، وفي رحلات هايكينج. فأنا كنت مركز على هذه، رحت معهم مرة فشفت أنه هنا عندي أنا شغف أنه بأخذ شنطتي وخيمتي وبطلع الجبال أمشي، هذا الشيء ممتع لي، حصلت أنه سعادتي فيه، فركزت ومن هنا بدأت الحمد لله واعتمدت على نفسي وصرت محترف في هذا المجال. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب أول رحلة لك وين كانت أخوي عبد الله؟ كانت في كندا. كانت في كندا؟ أي نعم، أنا عندي رحلات في كندا، في المكسيك، في أستراليا، سويت رحلات كثير جدا في أستراليا كرحالة، وكان منها جزء أنه أعيش في سيارة وسط الغابات، منطقة مقطوعة. فأنا عندي رحلات هايكن ومشي على الأقدام، وعندي رحلات اللي هي كانت رحلة في سيارة، فهذه كانت من الرحلات الجميلة أنك تكون في غابة مقطوعة ما في بشر لأشهر. ما شاء الله.